يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال المصنف: الفصل الثالث في الجسم. نعم، المصنف بعد ما بين أول أقسام الماهية وهو الجوهر وعرف الجوهر وبين أنواعه الخمسة، لأننا قلنا سابقا أن أنواع الجوهر هي خمسة. النوع الأول هو العقل، والنوع الثاني النفس، والمادة الأولى والصورة النوعية والجسم. فبدأ أولا ببحث الجسم. هسه وليش بحث الجسم أولا؟ شنو السبب؟ ليش هو ما بدأ من بحث العقل، بعد ذلك النفس، بعد ذلك المادة الأولى، بعد ذلك الصورة النوعية، بعد ذلك الجسم؟ الظاهر والله العالم المصنف أراد أن يبحث الجسم يسهل عليه إثبات المادة الأولى والصورة النوعية، لأن المادة الأولى هي عبارة عن شنو؟ المادة الأولى الهيولة المعبر عنها، والصورة النوعية إذا اتحدا كونا الجسم. جاي تلاحظ؟ فلذلك هو إذا أثبت الجسم أثبت المادة الأولى، وأثبت أيضا شنو؟ الصورة النوعية. بخلاف بعض الفلاسفة قال لابد أن أبحث المجردات أولا، يعني العقل باعتبار أنه مجرد ذاتا وفعلا، وأثبته إثباتا استدلاليا فلسفيا، وبعد ذلك أبحث النفس باعتبار هي أقل تجرد، وبعد ذلك أبحث المادة الأولى، وأبحث الصورة النوعية، وأخيرا يكون البحث عن من؟ عن الجسم، باعتبار أنه مادي بحت. فلذلك المصنف يبحث الجسم. أولا يعرف الجسم، راح يعرف الجسم. قبل لا نعرف الجسم لابد أن نعرف أن الجسم ينقسم إلى قسمين: جسم طبيعي وجسم تعليمي. جسم طبيعي وجسم تعليمي، فما هو الفارق الأساسي ما بينهما؟ شو الفارق ما بين الجسم الطبيعي وما بين الجسم التعليمي؟ الجواب: المصنف يقول أن الجسم الطبيعي هو الجوهر الممتد بالأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق، وهو أحد أقسام الجوهر، أحد أنواع الجوهر، وهو المبحوث عنه في هذا الفصل. وأما الإصطلاح الثاني الفلسفي وهو الجسم التعليمي، شنو معنى الجسم التعليمي؟ وهو الحجم، هذا التحيز، الحجم، هذا التحيز والحجم هو عارض على اليمن، هو عارض على الجسم الطبيعي. واضح الكلام؟ واضح. فالجسم الطبيعي هو أولا ليس هو أحد الجسم التعليمي ليس هو أحد أقسام الجوهر. ثانيا هو عارض، عرضه ذا يعرض على الجسم الطبيعي،
واضح؟ وهو الموجود في الخارج. اي هذا التعليم، التعليم الان نفسه هذا الجسم هو شنو؟ هذا جسم تعليمي. واضح الكلام؟ ليش؟ لانه حجم، له حجم. زين، فهذا الفارق الاساسي ما بينهما، هذا الفارق الاساسي ما بينهما. فالذات منو راح يكون؟ الجسم الطبيعي اللي هو احد انواع الجوهر. زين، والعرض، الجسم العارض، الجسم العارض هو الجسم التعليمي. لا هو انت ارجع شوي الى كتاب المنطق، ارجع الى كتاب المنطق. الحجم هو من ذاتيات الجسم، له عرض لازم للجسم، عرض لازم. التحيز، الجسم متحيز، التحيز بالحجم هو عرض لازم، عارض على الجسم، مو من ذاتيات الجسم. هذا التحيز وهذا الحجم، هذا نسميه شنو؟ جسم تعليمي. ووقع البحث عن الدليل الدال على وجود الجسم الطبيعي في الخارج. ما هو الدليل؟ مو احنا هسه اثبات الاعراض في الخارج امر سهل المؤونة، ما بي صعوبة. يعني هسه انت بتجي تحاسبني وتقول لي تعال اثبت لي العرض موجود بالخارج او ما موجود، انا شو اقول لك؟ اقول لك نعم موجود بالبداهة اصلا. شوف برودة هذه الارض جاي تتحسس نال حواسك، واضح؟ وهذا الشكل وذلك اللون وهذا الصوت، هاي كلها جاي نال الحواس. يعني زين، طعم هذا الطعام، زين تذوق هذا الطعام من مرورة ومن حلاوة ومن حموضة ومن كذا، هذا كله أعراض. أنت جاي شو تسوي؟ جاي تتحسس تنالها حواسك، صحيح؟ كراهة هذه الرائحة، عذوبة هذه الراحة، راحة طيبة، هاي كلها جاي تنالها الحواس، هاي ما بيها إشكال. فالأعراض موجودة بالخارج أو لا؟ نعم موجودة. شنو الدليل على وجودها؟ ما يحتاج إلى دليل، بالبداهة، بالحس. فأنت من تجي تقول لي تعال اثبت لي الحجم بالخارج، اقول لك هاي مساله بديهيه جدا، اثبات العرض بالخارج مسألة. بس وين حصل خلاف ما بين الفلاسفه؟ ما هو الدليل الدال على وجود الجسم الطبيعي بالخارج؟ واضح لو مو واضح؟ نال كلام بعض الفلاسفه اللي هم منه المستشرقين، أنكروا وجود الجواهر بالخارج. من ضمن الجواهر التي أنكروها هو الجسم الطبيعي. قالوا بالخارج لا يوجد عندنا جسم طبيعي، وإنما الموجود هو جسم تعليمي عراض، وكذلك لا يوجد نفيس ولا مادة ولا الموجود عندنا شنو؟ عراض خارجي. واضح؟ كأنما صوروا لنا هذا العالم هو عبارة عن يا عالم؟ عالم البرزخ، مثل ما نعرف أن عالم البرزخ في أعراض ما بجواهر. فبعض الفلاسفة أنكر وجود الجواهر بالخارج، من ضمن الجواهر اللي هو الجسم الطبيعي. نرجع إلى عبارة المصنف سابقا. شنو قال المصنف سابقا بالبحث السابق؟ قال في البحث السابق نسأل هؤلاء الفلاسفة هل أن الأعراض موجودة بالخارج أو لا؟ موجودة. أنتم جاي تقولون بالبداهة والحواس تنالها وبالضرورة هي موجودة، قلنا لهم جيد، هذا العرض يحتاج إلى موضوع يحل فيه، واضح؟
فما هو ذلك الموضوع الذي احتاجه العرض لكي يحل فيه؟ إن قلتم أن العرض يحتاج إلى موضوع يحل فيه بها ونعمة، ذلك الموضوع هو الجوهر. وإن قلتم أن العرض لا يحتاج إلى موضوع يحل فيه، هذا كلامكم يلزم من عدة جوهرية. شنو؟ جوهرية العرض. واضح الكلام؟ هذا كلامكم يلزم من عدة. كذلك الجسم نفس الاستدلال، نفس الاستدلال. نقولهم هل يوجد جسم تعليمي بالخارج أو لا؟ قالوا نعم بالبداية. نقولهم جسم تعليمي هل هو عرض لو جوهر؟ يقول لا عرض. نقولهم العرض يحتاج إلى موضوع يحل فيه أو لا يحتاج؟ ها أنتم أمام خيارين، إما أن تقولوا يحتاج إلى موضوع يحل فيه، فذلك الموضوع الذي احتاجه الجسم التعليمي هو الجسم الطبيعي، واضح؟ وإن قلتم لا ما يحتاج، فالجسم التعليمي ما راح يكون شنو؟ عرض، راح يكون جوهر، ويكون هو ينقلب إلى جسم طبيعي. كلامكم يلزم من عدة جوهرية شنو؟ جوهرية عرض، واضح؟ نفس الاستدلال السابق يجيب المصنف يذكره هنا. بعد ذلك يأتي المصنف يقول ما هي حقيقة الجسم، هذا بحث آخر، ما هي حقيقة الجسم الطبيعي؟ الجسم الطبيعي ما هي حقيقته؟ هل أنه خاضع للوحدة الحسية أم أنه لا؟ ما خاضع للوحدة الحسية، أم أنه عبارة عن مجموعة أجزاء وعناصر مجتمعة مو واحد حسين؟ شوف بس أبين هذا المطلب حتى نترك الخلاف ما بين الفلاسفة والحكماء للدرس القادم. الآن زيد وعمر وخالد وبكر يشتركون بمن؟ بالإنسانية. شنو هي الإنسانية؟ حياة وإدراك، حيوانية وناطقية، صحيح؟ فتوجد حقيقة واحدة تشترك فيها هذه الأفراد المتكثرة، نقول نعم توجد، وهي حيوانية ناطقية، قلنا لهم جيد. هذا الجسم اللي أمام الجدار وذلك الجسم اللي أمامنا وهو المنبر، وهذا الجسم اللي أمامنا وهو الكتاب، وهذا الجسم اللي أمامنا وهو الشباك، بمن يشتركون؟ حقيقة واحدة، الطول والعرض والعمق، صحيح؟ هذه الحقيقة الواحدة التي يشترك فيها جميع الأجسام هي الجسم الطبيعي. واضح لو مو واضح؟ إذن موجود بالخارج الجسم الطبيعي، شلون كاس الحيوانية الناطقية ما موجودة بالخارج، الحياة والإدراك ما موجود بالخارج، موجود بشكل جزئي مو؟ وتشترك فيه جميع هذه الأفراد المتكثرة للإنسان. كذلك الجوهر اللي هو الجسم الطبيعي هم موجود بالخارج، وتشترك فيه جميع هذه التحيزات وهذه الأجسام التعليمية. لكن وين الخلاف؟ هل أنه واحد بالوحدة الحسية أم أنه متكثر بحسب العناصر والأجزاء؟ هنا أكو خلاف راح نبينه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.